تحدثت أو تحدث صباح اليوم لوسائل الإعلام المحلية رئيس تحالف الشباب من أجل السلام والتنمية لدعم النهضة في تشاد محمد المهدي عبد الرحمن عن الملتقى الأفريقي للشباب المنعقد في العاصمة نجمينة مؤخرا، متطرقا في نفس الوقت إلى مواضيع أخرى. نستمع إلى جزء من حديثه في ميكروفون الزميل حبيب محمد أبرص. أنينا مبسوطين نقول الأجيب دار بنفسه مبسوطا في شغل ده، يعني ريكومنداسيون انا دا الانتينا لي بريزيدان ماشا ايفوكي في فورم انا مانا انا رينيوال في اديس ابيبا دا ادوبتي الادوبسيون قال ادوبتي دا، يعني لي بريزيدان في سال كلامنا بريزيدان قال خليني ديليغي شباب اخواننا الغادين في فورم دي، يعني ما يهو يفوتوا سوا اكيد شغل دا، يعني كونا اخواننا شباب تابو فاتو في أديس أبيبا و évoquer problème انا نادا و adopter donc d'avoir شغل انينا شباب، يعني نفر فوق donc في rapport انا معلوم مام سودا rapport ما شغل بيغا شغل سياتو ساكت من دا اساس من دا من دا سبات زي تشات كان كثير ماشي على لي بي اخو و مشكله يا هنا تجا تشات ماشي على لي، يعني لي سلام و لي جيب ما ام لي عشان بهاجسهم يرفعوا المشاكل من ياتو انا سنترافيك مي ما تشات ماشي يتدخل في بروبليم انا سنتر افريك ويقعد، يعني بيدخل فتنه بيناتهم، سا سي لي بروبليم ده مشكله بين السنتر افريك بيناتهم.